السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا ضيف في الحلقة دي، يعتبر ضيف مهمش، يعتبر صديق ويعتبر عدو. معظم الناس ما تعرفش دوره الإيجابي ودوره السلبي، إمتى يحافظ على صحتنا وإمتى يدمر صحتنا. ضيفنا ده هو الكوليسترول. طبعا في ناس ساعة ما تسمع سيرة الكوليسترول تقولك بس دهون ثلاثية، أزمة قلبية، أمراض كبدية، أمراض كلوية، السمنة المفرطة، ولكن ما يعرفوش إن كل حاجة زي ما ربنا خلق ليها فايدة وليها ضرر، أو العكس، زي ما ليها ضرر ليها فايدة. علشان كده في السلسلة بتاعت الكوليسترول هنتكلم عن كل ما يخص الكوليسترول بأنواعه، بفوائده وأضراره، وإزاي نعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول. يلا بينا بقى ناخد فاصل عشان نبدأ، استنونا. أهلا وسهلا بكم ورجعنا تاني من جديد. بالنسبة للناس اللي أول مرة تعرفني أو تشوفني، أنا الكابتن طه حواش من قناة في الفورما. طبعا قبل ما ادخل في الموضوع بتاعنا، بتمنى من كل الناس انها تعمل سبسكرايب مع تفعيل زر الجرس مع لايك مع كومنت علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. تعالوا ندخل بقى في اول نقطة في موضوعنا، وهي ما هو الكوليسترول. الكوليسترول هو بروتين شحمي يفرز في الكبد بنسبة 80%. وظيفته هي نقل البروتينات الشحمية الأخرى من الكبد إلى الجسم والعكس. بالنسبة لأنواع الكوليسترول، طبعا الشائع إن في نوعين من الكوليسترول، ولكن هنتكلم عن أول نوع من الكوليسترول وهو الـ HDL أو الكوليسترول مرتفع الكثافة أو الكوليسترول النافع أو High Density Lipoprotein. طيب الكوليسترول ده بيحتاج الجسم مصدر خارجي علشان يدخله للجسم. اما بالنسبة للنوع التاني وهو الكوليسترول منخفض الكثافة او Low Density Lipoprotein او LDL او الكوليسترول الضار نسبيا. طيب الكوليسترول ده بيفرز في الكبد بنسبة 80%. طبعا علشان ان هو منخفض الكثافة، فالجسم بيحتاجه لنقل البروتينات الشحمية الاخرى. بالنسبة للنوع الثالث وهو الـ VLDL او Very Low Density Lipoprotein او بروتين شحمي منخفض الكثافة للغاية او الكوليسترول الضار جدا جدا جدا. طيب بالنسبة عرفنا ايه هو الكوليسترول ووظيفته، وبالنسبة انواعه عرفناها، ايه الفرق ما بين الكوليسترول ال HDL وال LDL وال VLDL؟ عشان نتكلم عن الفرق ما بينهم محتاجين فيديو طويل قوي، ولكن هنوضح الفرق كده في خلاصة. عندنا اول فرق عندنا وهو الافراز، تاني فرق معانا وهو الروابط، تالت فرق معانا وهو الفوائد والأضرار. بالنسبة لأول فرق معانا وهو الإفراز، بالنسبة للـ HDL أو مرتفع الكثافة أو الكوليسترول النافع، غالبا الجسم ما بيفرزهوش، بيحتاج مصدر خارجي يديله الكوليسترول النافع. وفي فيديو منفصل هنتكلم عن إيه هي أفضل مصادر للكوليسترول النافع. أما بالنسبة للكوليسترول منخفض الكثافة أو منخفض الكثافة للغاية، فده الكبد يفرزه بنسبة 80%، وده علشان انخفاض كثافته. بالنسبة للفرق الثاني وهو الروابط، بالنسبة لمرتفع الكثافة الروابط بتاعته مرتفعة جدا وفي نفس الوقت قوية جدا. بالنسبة لمنخفض الكثافة ومنخفض الكثافة للغاية، فده روابطه منخفضة جدا وضعيفة جدا، عشان كده بيتكسر بسرعة وبيتحول لدهون ثلاثية على الجدران الداخلية بسرعة جدا. بالنسبة للفرق الثالث وهو الفوائد والأضرار، عايزين نتفق على قاعدة مهمة. القاعدة هي ان الكوليسترول بصفة عامة ليه فوائد، واكبر فايدة ليه هي نقل البروتينات الشحمية الاخرى، وتاني فايدة ليه هي يعتبر اللبنة الأساسية لفيتامين د،
اما علشان احنا نتكلم عن الفرق ما بينهم في الفوائد والاضرار فاحنا محتاجين فيديو طويل قوي، فعشان كده احنا نخليه في فيديو جاي باذن الله. وعلشان يوصل لكم ما تنسوش تعملوا السبسكرايب مع تفعيل زر الجرس مع اللايك مع الكومنت، واستنونا في حلقة جديدة بإذن الله من الكوليسترول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.